شوفوا فين ضربات ها هما داروا ليها الحجر هنا هنا واحد الشقه هنا اي شقه هنا الحجر الاخوان واحد الشقه غير زمن هنا الشقة داروا ليها الشقة ضربات وطلعت في هذاك الحيط طلعت في الحيط وضربات هاد الديور ضربات هاد الديور كاملين يعني هاد الشقة هادي ضربات هاد الديور كاملين دابا الناس صافي هجروا هاد الديور هاد السيد سير بالنسبة للناس راه هما الناس كلشي دابا غادي للخيام كنهضروا عليه اللي كنهضروا واخا السيد زعما دابا تنصوروا في الخيام يمكن لك تهضر لنا على دابا ديال هادي دابا ديال الخيام حتى نشوفوا دابا تقريبا ماشي كلشي الدواوير انهم نالوا الحظ ديالهم الخيمات كاينين الناس دابا حتى الدواوير الفوق ما سمعتو هضر لنا على هاد البادره ديال الخيمة هاد البادره هاد البادره كنشكروا المحسنين الناس اللي تطوعوا الناس اللي جابوا لنا هاد الخيام يعني هضرنا تقريبا الساكنه كامله السيوز دابا تهبط الخيام يعني كلشي عندهم الخيام ولكن ما كيباتوش ولكن المشكل اللي عندنا ردوا البال كي داير الواد داير من لهيه دابا الواد الا جا مجهد المسار ديالو راه ما بقاش كيجي هوك وكيبدا ياكل داخل صح وغادي يدخل لينا لهاد الناس وثم هذاك الصرواج المقبره هذيك المقبره هذيك كان هذيك بحال الا كان الا كان النداء انه مثلا يعني باش الناس يسرعوا كنطلبوا النداء ديالنا للسلطات المحليه على راسهم السيد العامل الله يجازيه بخير يعني داروا مجهودات يعني هذا واحد النداء وداروا مجهودات عرفنا بان العامل كان كيبات وصلنا معلومات بانه راه كيبات السياره ديالو وكنشكروا كاع الاعوان ديال السلطه يعني اعوان السلطه المقدمين الخلفان يعني خدموا واحد الخدمه واللي غيوريكم بان راه عاون السلطه عندنا هنايا راه مسكين خدام حتى لاخر نفس يعني وكيبات في العراء في البرد حتى هو هنايا ومعه كان عنده واحد المرض ديال السيليكوز يعني مع هذا البرد قهروا ما استحملش مسكين ما استحملش يعني عاون السلطه كون كان عنده ما يدير كون داروا الراسو يعني ولكن راه الغالب الله يعني نتحدوا غير كنطالبوا من المسؤولين من الداخليه تسرع شويه الوتيره ديال الاحصاء ديال اعاده التعمير اعاده الاعمار باش غير نعرفوا هاد الناس الاتجاه ديالهم باش نحاولوا هاد الناس نحيدوهم من الواد حيت عندنا جوج مشاكل هاد الناس الا كاين هاد الواد راه تقطع هاد الطريق راكم شفتوها ما بقيناش غنلقاو كيفاش ندوزو لهم ولا كانت الشتاء باش يطلعوا هنا الناس الكبار غيطلعوا الناس زعما الصغار الشباب غيطلعوا ولكن الكبار لا الا جاوا لهنا الا جاوا لهنا عندهم خطر اخر ديال الديور هما قايلين للسقوط هما الديور كلشي كتشوف شتي الشقه كلشي غادي هكا غيطيح كلشي يعني الديور ما فهمش يعني نقدروا نصنفوا السيونس الدوار ديالك دابا هذا يعني مصنف يعني بالدرجه الاولى انه يعني سميتو تعرض لواحد الهزه يعني كبيره بزاف تبارك الله يعني سميتو الناس يعني الديور متضرره بزاف كلهم الديور الديور تقريبا كاع الديور الشباب راه كلهم قايلين للسقوط والناس خواو واحد 80% ديال الديور هنا قايلين للسقوط يعني غير الشتا ملي تكون الشتا شوف 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 ديك الضربه فين جات غير ديك الشتا الشتا كلشي غيطيح غادي يطيح غير يفزك شويه كلشي غيطيح وهاد هاد الهزات المرتده اللي كاينين هاد الايام شحال من دار طاحت راه غادي تشوفها معنا كل مره تطيح كطيح يعني هذا هو